بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكب الأبنية آيات بقول يشنات وصورة والصافات كمدة. وهي إلهي سبحانه وتعالى نوغغطة ورمي عشر كاني أيدي وجودا ليجي نبي الله إبراهيم هي قصدي سي ذبيحي ويركيس أو جورا آيي وإلهي سبحانه وتعالى منامك وكتس يي كده وحيودا عين عيان عشر كانوا هرأينا قصوى مرنا الله مركا أولو نسوير سبحانه وتعالى مركا أيه جان سمين نبي إبراهيم يويل كيسي أمرك إلهي أيه جان سمين وأولوك دي أيود إلهي إبراهيم تنع أولوك دي هو حاويه وقورعه وأنا ذي نوع إلهي وناديناه وأنا ذي إبراهيم وإلهي وحانا ني أي إبراهيم إبراهيم قد حقيقا صدقت واتكهن شاسي الرؤيا رؤيا واتكهن شاسي واتكهن شاسي وحيابها أرلق نذي ومركا سوى حاويه إنا تقورع لأه إلهينا أوكم مكانيي أي روحن شاسوي فإنتا صانف وفلوي مركا إلهي وحول سبحانه وتعالى إما أنه كذلك صدى صوته أي الله بحي نبي الله إبراهيم كما جزيناك سانك وجازمي ومركا سويل كاي آنك وبدادمي إما أنه بود إلهي كذلك صدى صوته نجي ونجازمينا المحسنين كو وناد فلايا ونفطل وناد فلايا أوامرت إلهي مرتومة يويه مركا بذك وناسنو من أيها الذي أمر في إلهي قاتان نبي الله إبراهيم كريا خاصكم أنه لي إلهي سبحانه وتعالى إما أن نقبل إلهي كذلك صدى صوك له أيها نجيك جاسينينا المحسنين كو وناد فلاي لأنفسهم وبامتثال الأمر وهي أمر في إلهي كو فرتونا وهو حوي بإفراج شدة عنهم وهي شدة أيا مركا سان كفر الآن سقالينا وقفوا بي إلهي أمر في سؤوقات أو تنكل ليح من إلهي سبحانه وتعالى فرد بأفريا يقين تنوع عصوك له الدولي ماذا إلهي فرد بأفريا فرد بأ إلهي أفريا سبحانه وتعالى ووعوي أمرت إلهي يوقاتي هي معناها قدرت يقى الله ألي أو هالو كنغضي أيها فرد له أفريا مركا الله وقود إن هذا متك عنود إلهي لبحك كان الله فري ونبي الله إبراهيم أو فري ويل كيس إنه قورعه أرن آدي آدي سهلا وعرق ويل وحسهلا معهن وعدوى البكتور في جليس مركاثوب أي الله سبحانه وتعالى إن هذا متكانو إلهي لهو إستغو البلاء بلوي جهب وي المغين أحد إن هذا متكان تبحق عن الاسفرو إلهي لهو إستغو البلاء بلوي جهب وي المغين أحد الاختبار الظاهر وواجهه أقوى إلهي سبحانه وتعالى مركز سلاس مركز دعضيون نبي الله إبراهيم ويركيس إنه قورع أو مجد الساري مجد الإلهي وفعلي سبحانه وتعالى الله وحويري وفديناه ونفرنا الإلهي أي المأمور بذبحه ويكي قور عيسى الله إسفري وإسماعيل وإسحاق لبقى ولا خجر فلسوك لا سيه لكن سلا اللي يبريه هو حق أهل السيرة يهجي حيان وهو هو إسماعيل عليه لكن لبقى ولا خجر وهو لبقى قولنا وحيث سيد سنين خلاص صلاة جراءة إسماعيل مياوي مثل إسحاق وي ذبك يلاهدين إسماعيل وي وحيلا زبيح وإسماعيل بهم ذبك يلاهدين إسحاق وي زبيح وإسحاق بهم مركا هذا لبقى قول وهذا هي جماعة وصحابة كم الإصابعين لكن وحوي قولك او شيغا ذبيح انه اسحاق هيش حق النقلية اساك حوق بهم باليلي ونبقى لغسوق بلي عليه سعيه صحابة يتابعين توي الى او نهلينك اللي راد سعيد بن جبير ارى ابراهيم ذبح اسماء اسحاق في المنام فصار به مسيرة شهر في غداة واحدة حتى اتى به المنحر بمنام فلما صرف الله عنه الذبح امره ان يذبح به الكبسة فذبحه وصار إلى الشام مسيرة شهر في روحة واحدة وضويت له الأودية والجبال إلى مركز
تعذيغات ايه جليل كهو اصابته وهو ده سعيد بن جبير وحان اخي ابراهيم ايه قورع الاسحاق منام مارك اياه ايان كو اخونا او لصع ضي مل انت مركز الله صعره في غداك وهل مركز ارورك اليوي الى او كانوا الى ان وهو كتوه الى مركز او كتوه ارلس عموي الى مركز من حرك او من او كتوه ماشع الوجور مركي الهي او كايرين الهي وهو امري انو قورعو وان او قورعو مركز او قورعي فالكاس ايو ارلس عمو اصعدي او انت بالله صعره هل مركز عهاب قليه سواحد او صعبه عهاب جيدي ايو بحي مركز او حالات بوغي وادياش ايو بوغي ايو الله صعب بوغي وعجل قول حتى سجحات او مركز او شيقه انان لقوينينا لها وولي اسماعيل وهي اسحاقه منه وانو الهنوي ارنت اسم الهي الله بعد وصف بالهدي الى هذا مسك كما عبد اسماعيل وهي ايو اسحاقه وهي كما عبد لكن حق مركز او حوي بعد مركز الله في السئية حالات داس ناسي كعب الهد ايو اهل السيرس اليه واسماعيل بيليه إلهي نور سبحانه وتعالى وفديناه ونفرناه الإلهي فلان كمركة سيد نبي إبراهيم نبي إبراهيم كي سيلا فاري إلو قورعه ونفرناه الإلهي بلبحنا الإلهي نبي القورعاء يعني كفرناي عظيم الأوين وقب سوي وفديناه ونفرناي بلبحنا كفرناه الإلهي نبي القورعاء الإلهي عظيم الأوين وجنة الله قتعني وحالة سيقائن ويهاج وانك أو كفة غربي هذين مركي استغيى قابيل قربان كإسسوا بكسا ليري وعانو كسوا مرني سورة المائدة مكسوا مرني فجهيل أيها كينا ليري مركاسو غعمت أقريري مركاسو نبيل إبراهيم وقورعا ليري استغيى مركاسي صبي اصطناعي ولي كاسو هاي ذالي وين ذا الوثي فيا ليري محايا لوح الوثي في لبجير أيها الله أقبري ذالي وان كان محايا لمركي ورنا قربان كي هذي الله أقبري مركان كالين تودني نير كان ايا لغو فرطيو نجي الله إبراهيم على الوقت ينو ملايب اوكين سكال الشهد مركا عوكا سوكو قورعي وهي اهل السيرادو شهدين لما دي سجيس وانكاس وهو يمدي ايلين بالي كعبادي كوخ الراجرين بالي الى مركا سيبيت كمر او قلتو لمن ابن سبير عبدالله ابن سبير مكي هلكا سيجيب جرايو او كعر راي تكون في او مارسي حجاج بن يوسف كان شيء يقول المركز كهرانا وحاؤنا لي بغاس وضيور طاؤنا لي محايلة وحايلة النار ومسا ميسر كالي لوحد جنادة كلمة لي مسا ميسر جنادة أنا لقد كانت وأسد بيسر نبي بلاي ملكو قول عاي مركز الجبيلة وحاو داي الله أكبر الله أكبر الله أكبر ودها لي تدح جير عيودها لي جبيح نوحاو دها لي لا إله إلا الله والله أكبر إبراهيم هو حول هالي الله أكبر ولله الحمد فرك أرنت في السنة ينقص عليه وهذا عن بحولها لقورة كل سوء سامار تالي إلهي مركة أذور سبحانه وتعالى وفديناه ونفرناه لإلهي بذبح نبل القورة أي أيان كفرني عظيم الأوين الإلهي وتركنا ونكفرنا لإلهي عليه من إبراهيم وأوتقنا وأباقي لني في الآخرين قوة ضنبو لإلهي وإلهي فرد من العراق يعمل أي تغنطه فنعن حسن استيسوه قدره فألونا سنع وكتبنا إلهي هو وطهرنا ونكتبنا عليه كركي سود إلهي في الآخرين قوة ضنبه فألونا سنع إلهي السلام النبي جليو الإلهي وحقنا كأهاتي على إبراهيم نبي إبراهيم كركي سأهاتو الإلهي السلام النبي جليو على إبراهيم إبراهيم كركي سأهاتو الإلهي كذلك صدع صوك لو الإلهي كان نبي إبراهيم كجاسيني أيان نجيه كجاسينينا المحسنين كوه وناد خلاله إلهي وحو نوغو رميا أرنت إنه كان خاص كأهين نبي الله إبراهيم كريه تبك محسنين تا هو أمر في إلهي قاسة إن إلهي سبحانه وتعالى إيغنه وناد كجاسينه أيا إلهي سبحانه وتعالى نوشيقيا وإلهي فرق أفراه إنه إبراهيم مولى إلهي من عبادنا أدو من كين أيوه فملأها المؤمنين أو مؤمنين تا إنه إبراهيم مولى إلهي من عبادنا أدوى من كينا أيوه كمدها المؤمنين أو مؤمنين تا أدوى إلهي أو مؤمن أيوه نبي الله إبراهيم إلا أن هذا مؤمن ندوى حوية أنبياء صالحين كل ويقول المثال إذا هذا اللفظ الصالح أنبياء يغير كذو وشمليه أرنج أزمى سيد علي وبشرناه وأبسارين نور إلهي هو إبراهيم والإلهي بإسحاق إسحاق يا أبسارين بل هذا ميسا أفضل أرنت أن هذا هو حوية ذات كبها يدليه هو حوية وإسماعيل لها
ayadani u dalishadeen maxaa weeye waxay leeyihiin markii waxa weeye dabiixii laga soo waramay sabacdii ayaa ilaahay bishaaro wuxuu sheegayaa nabiyulaahi ibraahim isxaaq loogu bishaaraynayo oo markaas waxa weeye ismaaciil mooyaane ibraahim isxaaq maba jooginba arrintaasna madhabta imaamuna ashaafici saas weeye imaamu maaliki iyo abu xaniifa waxay leeyihiin daliil uma ahanay leeyihin maxaa yeele isxaaq bishaaradiisu laba jeeray dhacday marna waxa weeye waxay ku dhacday isagoo jooga marna waxa weeye isagoo markaasi nabinimadiisa ku dhacday marka ilaahay wabasharnaahu biisxaaq nabiyan uu leeyahane basharnaahu binubuwati isxaaqa laga wadahay leeyihiin isxaaq nabinimadiisaan ugu bashaaray bacdal bishaarati biwujuudihi waayo oo saasay u ta-wiilinayaan maalikiyada iyo markaasi xanafiyadu saasay leeyihiin laakiin shaaficiyada iyo imaamu axmed waxay qabaan riwaayadkiisa in macnaha limadalka markii la yidhaahdo in waxa weeye dabiixu uu yahay ismaaciil uu yahay ahlusiira ma ayga ku raacsan yihiin wabasharnaahu waan u bishaaraynay ilaahi ibraahim biisxaaqa isxaaq ayaan ugu bishaaraynay nabiyan xaal uu yaakii nabi ah maxaa yeele qoladaas laftirkeedu nabiyantan lagu xejiya ayay waxay leeyihiin markii dabiix uu noqday kabacdi ayaa nabinimo inuu helaayo ayaa bishaaradu saasaa loola jeedaa saasay ku fasirayaan raggaas nabiyan xaal uu yaakii nabi ah min asaalixiina kuwa suusuuban xaal uu kamid yahu dha ilaahay wabaaragnaa waanu barakaynow dha ilaahay calayhi ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala ibraahim oo waxa weeye duriyadiisa a ilaahay badiyey iyo wacalaa isxaaqa isxaaqa u dha ilaahay weladkiisa ah weeye maxaa yeela ambiyada aktarkeeda ayaa waxay ka timidaa oy ka imaanaysaa nasliga nabiyullaahi ibraahim ay ka imaanaysaa wixii markaasi isaga ka dambeeyey wabaaragnaa waanu barakaynow dha ilaahay calayhi nebi ibraahim waanu barakaynay iyo wacalaa isxaaqa isxaaqow dha ilaahay wa min duriyatiimaa nebi ibraahim iyo isxaaq duriyadooda waxaa kamid a muxsinun mid wanaag faloo mu'mina iyo wadaalimun mid dulmiyow dhahay alleh linafsii naftiisaoo kaafira mubiinun oo waxa weeye dulmigiisuna uu cad yahay alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa min duriyatiimaa ayuu dhi ilaahay labadaas nabiyo isdhalay duriyadooda waxaa kamid a muxsinun mid muxsina weeye waxaa laga wadaa mid oo mu'mina weeye mid mu'mina ayaa laga wadaa iyo wadaalimun mid dulmiyey linafsii naftiisa dulmiyey oo kaafira weeye oo ayagoo hadda iyagu ambiye ilaahay ah owlaaddeedii daalimna waa ku jiraa kaafira mid wanaagsan oo muxsina oo mu'minana waa ku jiraa oo dadku waxa weeye sidoodaba nasligooda ma wada raacaane asalkooda ma raacaane qaar badan ayaa waxa weeye ayaa bedelmaaya walaqad xaqiiqaha ayuu dhi ilaahay mananaa waanu galadaysan halkaas marka aynu uga baxnay isagii nabiyullaahi ibraahim iyo markaasi waxa weeye dabiixii wiilkiisa ahay ayaanu uga baxnay waynu meeshaan ka geyna nebi muuse iyo haarun weeye isagoo iday gaaban tahay wala wallaahi laqad xaqiiqaha ayuu dhi ilaahay mananaa waanu galadaysanay calaa muusa muusow dhi ilaahay iyo wa haaruuna haaruunow dhi ilaahay nabinimo ayaanu ku galadaysanay wanajaynaahumaa waanu korinow dhi ilaahay labadaas nabi iyo wa qowmahumaa qoomkoodii banu israa'iil ahay min alkarbi kurbadiyaanu ka korinay karbiga alcadiim oo weynaay addoonsigii fircoon uu addoonsanayay ayaa loola jeedaa maxaa yeele addoonsigu kurbo weyn waaye alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wanajaynaahumaa waanu korinow dha ilaahay ayaga iyo wa qowmahumaa qoomkoodii min alkarbi karbigii kurbadiyaanu ka korinow dha ilaahay alcadiim oo weynaay kurbadii weyneeday oo qabsatay oo muddo fara badan fircoon uu addoonsanayay ayaanu ka korinow ilaahay maxaa yeele dhibaato fara badan ayaa lagu hayn jiray reer banu israa'iil oo fircoon ninkii iyo raggiisa qibdiyiinta ay ku hayeen saa qur-aanka meelo badan kusoo marnay sababta markaasi waxa weeye fircoon nimankaan u addoonsanayayna waxaa la sheegaa la yidhi waa la yidhi ayaga usuushoodii masaray soo galeen baa la yidhi reer banu israa'iil ayagoo aabahood la socda yacquub weeye soo hadda kahor waataan kusoo marnay suuratu yuusuf yuusuf markay u imaanayeen ay baadiyo ka imaayeen weeye marka boqor ayuu ahay nabi yuusuf isaguna markaas marka halkaasi iska joog jireen fircoon markii waxa weeye uu ka qaali noqdaa la yidhi uu ku kibraa la yidhi duriyadoodii ayuu addoonsadaa la yidhi ayagana wuxuu ka yeelaa la yidhi duriyadaas khaadimiinku u ah qibdiyiinta ayuu ka yeelay markii dambo la sheegay in maaragtay walad uu ka dhalanaayo reer binu israa'iil oy kuhanada ay sheegeen mulkiga maaragtay baabi'inaaya oo ninka fircoon waa tii markaasi gowraca wiilashooda uu ku bilaabay oo lay jiray marka wixii sidaas ahay ayaa laga koriyey alla markaa wuxuu dhahay
إلهي سوى فقه لدي سنعي ونجيناهما ونكرنو لإلهي نبي موسى هارون هي وقومهما قوم كوري من الخرب خرب الخربية أن تكرنو لإلهي العظيم أوليهي ونصرناهم ونقرقاهنو لإلهي ونقرقاهنو ونقرقاهنو تبدقي أيام ونقرقاهنو والذي مركز وقدس فرعون وقبضيين تهي أيام ونقرقاهنو لإلهي الله سبحانه وتعالى فكانوا دليلنا وحي هذا نور إلهي نبي موسى هارون إيه قوم كورو هم الغالبين كوا غالب أي هذا أو حي كأكت هذا وإلهي قال وده وكسيه فرعون إيه قلديسة فكانوا دليلنا وحي هذا هم الغالبين كوا غالب نقضة أي هذا نور إلهي سبحانه وتعالى ويسيناهما وحانو في نور إلهي موسى هارون وحانو في نور إلهي الكتاب كتاب كيانو في ني المستغين هو عبدالون إلهي وآتيناهما وحانو سينو إلهي موسى هارون الكتاب كتاب المستغين هو عبدالوي البليغ البيان وي بيان كيسو أو حيث ديري وي وهي أبا مركز سوحا وي كتاب تسكي نري وحدود يحكام وي غير كودا كتاب صنوات صورات وي وآتيناهما وانهنو نو إلهي موسى هارون الصراط طريق أيان كهنوني المستقيم أو توصنو إلهي وآتيناهما وانهنو نو إلهي الصراط طريق أيان كهنوني المستقيم أو توصنو إلهي طريق المستقيم كهاي أو طريق الإسلام كأيان كهنو إلهي وترجم وانه وترنو إلهي عليهما قرقوضو إلهي في الآخرين قوى الضنبو فنعن حسن السوق الدرفة لونا فوحك سؤال الأديان هو الأمانة يعني في غالبك وتركنا وأوى تقنو الإلهي أبقينا وأباقي النووي عليهما موسى هارون أيوه الله قال له في العاخرين قوة ضنبه ثم ضهى وحاوي إلى قيام ذي فقوم يسو فألوى ناسن سلام النبي الدل والإلهي حقا ينتاهاتي على موسى موسى كوركي ساهاته هي وهارون هارون سلام النبي الدل على موسى موسى هاهاته هي وهارون هارون الإلهي إنا أنوى أيوه الإلهي كذلك سلا صوفه كما جزيناهم فان كجازيني موسى هارون والإلهي نجي وان كجازينينا المسلمة وناجف له أمي الإلهي مثل غصوها ومركز طبع إلهي هولي فان كجازيني تبقى محسنين تاني وان كجازينينا من جهاز إلهي في مصر هي كتاب كالسية هي وحوية فالغة وباقي علي وحوية إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين تهدى عيادة هدير درجة الرسل لما جارسينا هي أنبياء لكن وحوية هدي إلهي دا عديث قطة بران أيضا إلهي مقامه جاسين يا بس آيرها نوكا لنتوب مؤمنين تأيى ترهيب وسوية بوهم وي أي أيضا الأغيثين قفت الصوى مؤمنة وحوية إلهي سبحانه وتعالى دا عديث أبا وأمرت إلهي قاسة إن مسلم وحوية خير أن أهلاي ومرت أسئلة أسئلة كل مقام جاري مركب عودة إلهي هدنا إنهما أيود إلهي موسى هارون من عبادنا الضومن كي نيسمد هايين المؤمنين والمؤمنين الكاملين في الإيمان أي الغودة إيمان كقوة كامل كقوة أيو سمد هايين البالغين الغاية فيه وي وهدنا قايد أقود ضبيس كجار وي إلا هو هو رسول إلهي ذي هايين مركب الله يقول سبحانه وتعالى إنهما لغودة صود إلهي الرسول من عبادنا الضومن كيني كمد هايين المؤمنين أو مؤمنين ته وإن إلياس إلياس صوت إلهي لمن المرسلين هو الله دري أيو كمده إلهي هل كان وحين في جلنا قصدي نبي الله إلياس إين ميسا في جلنا هل يقول سبحانه وتعالى وإن إلياس صوت إلهي وقصين جفايك أصلمتها أصل قصة على قصة سموي وإن إلياس إلياس صوت إلهي لمن المرسلين هو الله دري أيو كمده إلهي فجاءت عن حالة شهري ابن أخي هارون ويالي هارون ولالكي سويلكي سوء عيالي أخي موسى أهولي قارمي وغير في تيبه فعال الله دري إلياس قوم بعلبك قوم أو مركاسي مولي لا بعلبك جوغي يمركاسينا واحدين أيها الله دري أفده بركه هذا قصير من وين أهل سنوي سيد محمد ابن إسحاق هي علماء السيرة إسرائيل والأخبار وي مرك إله سبحانه وتعالى أو قبلاري حسين نبي الله به جري أي أحداث ربنا جنوب ربنا هي ابن إسرائيل سبع لتالي فتاد بغن إيه شرك واقع لتالي أثناء ما يسمى سيني عابدين ليسو كبير
مركزة إليه وهو دري إلياس أو نبي أهوي أم بيضنا وحي أهيين إن لغا الصواب بحين أيو والله الصواب بحين أي نبي الله المتبع عليه الصلاة والسلام وي خير بن إسرائيل وهي سمي جرين وي مركزة دفكة محكام وطوري بيها المامين أي أي متجيب جرين ومتجيبين أي أهيين يوشع مركزة هو هذا ليري مركز شام وحا ولي الأخري أيو مركزة وحو قيديا ليري خير بن إسرائيل qayb marka ay kamida ayaa waxay heleen baaleeri qaybta markaas dhulka bac laba ka leeyraado iyo nawaaxideeda halkaas ay markaas ay heleen baaleeri waana kuwa loo diray Ilyas loo diray marka hadda markaas waxa bac laba ka madax ka ahay nin buqor ahay oo magciisa dhig jiraalay arxab la dhig jiray qoomkiisu baaleeri waxaana ku qasbay baaleeri asnaamti ay caabudaan waxa uu iska lahayd saram oo dahab oo dharkiisa uu gaala la sheegay ee labaatan jiraa weeye iska markaasna iska haa leeyri afar wiijina u sameeyeen waxa la dhig jiray marka saamkaas baclan ayaa la dhig jiray markaas ay ku fidnoogeen oo weyneeyeen waxayna u sameeyeen baaleeri 400 oo markaas ku adeegta waxay u sameeyeen baaleeri abnaa'iisi oo dhan waxay uga dhigeen baaleeri khaadigiin weeye marka saamkaas oo baclan bacliga la yiraahdo shaydaanka ayaa ibliiska ayaa dhexdiisa gali jiraalay markaas wuxuu ku waran jiraalay shariicada Allah weey shaydaanku sanamkaas ku dhex jira sawba laga maqlaama shariicada Allah ayuu ku hadlaya nimanka sadanada oo ka adeegayay way ka xubli jireen waxa ibliiska soo baxay markaas ay dadku gaartay jireen dadka ahlu baclaba ka ahay Ilaahay markaa waxa weey dadku wuxuu yeeri jiray Ilaahay ilaahiisa azza wa jalla ayaguna waxa weey maqmaq la jirin baale maraf ma jirin baaleri ilaa markaas waxa weeye waxa ay ka heleen ninkaas maaratay ibliiska mooyaan oo baadalka marka ayagu markaas waxa weeye waxay sameeyeen nabiyilaahi ilaah way cadaabeen baaleri waxay u badanay ku sameeyeen oo dhibaatooyin badan u geysteen marka hadda nimankaas ayaa loo diray taasa ilaahay nooga waramaya إلهي سبحانه وتعالى وحال شيء إنه سي إلياس معجزين أو وين أو فربنا فحكم هذا بورها الله سخر عليه في أول مرة سيم رؤية غير كل وعي لا يعيش سيالي القوة أو معرفة صدرها كان نبي قوة ولا سيالي نبي الله موسى تفجيه فأسكال حق حناد إيه أود عليه وحال شيء إلياس إيه خلص يا بابا ويسوا ما مشى رمضان إذا سنة كسالي بيت المقدس يسوا ما way soo haadiraan muslim al-hajj ay soo haadiraan sanadka saaliri way nakala tagaan afar kelmay ku kala tagaan oo way ku kala tagaan bismillaahi ma sha allah la yasuqul khayr illa allah ilaahay isinkiisa barakeysanayno allah wuxuu u doono khayr sama taxay ila allah mooyee bismillaahi ma sha allah la yasuqul suu bidal wad waxa way bismillaahi ma sha allah ilaahay xamaanta ma ilo illa allah allah mooyee mudda sadex ayuu leeyahay bismillaahi ma sha allah ma kaana min ni'matin fa min allah wa inna ma ilaahi ghayr saade mudda farad waxa weeye bismillaahi ma sha allah la hawla wala quwwata illa billah tasiira dinali taasay ku kala tagaa oo hadda waxa weeye ambiyada markaasi oo jooga ay ka mid yihiin ahadiis baynaa soo aroosay hadiis Anas oo ka mid yahay ana jirta waxa la yiraahdaa fajr naqa asoo rasuulkeena la socda Anas ayuu wuxuu dhahay sawd ayaan maqlay oo dhahay اللهم اجعلني من أمة محمد المرحومة المغفور لها المتجاوب لها وعود على أنس بن مالك نبي لدينا عليه الصلاة والسلام نركي أين وصدنا ميشا ليلة هذا فج الناقة لبه ومن المدعات أيام وحام مغرورة الصوت هاي إلهي غيال أمة محمد صلى الله عليه حريصي أولو دين لدافي هو إلهي دعي هذا أخبري مركة صنب وحود على أنس صوت أنظر ما هذا الصوت فيك هو يا صوتي فيك يا سام بورتي أن قاود هاي markaas waxa arkay dhahay nin oo dar cad cad wata jirkiisa uu cad yahay midkiisa uu cad yahay oo dharkiisa uu ka badan yahay 300 oo diraac uu ka badan yahay xagga hawada markuu arkay wuxuu dhahay anta saaxiib rasuulillah ilaahay rasuulkiisa saaxiibkiisa miyaa markaas aan haa dhahay markaas uu haa dhahay farji ilaahay u laabo faqra u salaama salaama iga gaarti waxaadna u tiraada hada akhuka ilyas kan waa walaalka ilyas wii wuxuu la doonayaa inuu kula kulmo رسولك عليه الصلاة والسلام يا الله صور هاي أنس مركز كان أشياء مركز أجي من النبي عليه الصلاة والسلام أنا أقول روان لفع روضه
markii hawada meel u dhow aanu gaarnay nabigu waa iga hor maro u dhahay ana gadaalan u daba maro u dhahay muddo dheeray sheekaysteen u dhahay waxaa marka kasoo degay samada u dhahay daruur ayaa kasoo degtay waxaa soo degtay markaa samada shay oo sufrada shabaho ayaa soo degay u dhahay markaasay ii yeedheen sufradu waxa weeye shaygaa markaasi oo yaroo maaragtay waxa weeye oo xaarmaha iyo waxyaabaha noocaas oo gidista iyo waxa lagu shubto iyo badarka weeye markaasay ii yeedheen markaasaan la cuna u dhahay waxaan ku arku u dhahay bahashaan kamaada likadaliira iyo rumaan iyo malaay iyo kursufaan ku arku u dhahay markaan la cunay yaan istaaga anigu u dhahay waana ka fogaaday daruuraa timida u dhahay markaasay xambaarto u dhahay ilyaas aniguna waan fiirinaa u dhahay dharkiisa caddaankiisa asagoo markaasi xagga sawada hawada kusii socda weeye xadiiskaasaa jira marka in hataa ilyaas nabigu calayhi salatu wasalam meesha lajunaaqa la yidhaha uu kula kulmay xajkana way yidhaahdaan maxaa yeele hadda kahor waxaanu kasoo waranay afar ambiyadii ilaahay ah oo markaasi waxa weeye ayagu markaasi adduunyadan jooga oo markaasi khadir uu ku jiro ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa ina ilyaasa ilyaasow dha ilaahay la min almursaliina kuwa la diray ayuu ka mid yahay idkun xusow dha ilaahay id wakti qaala uu dhahay liqowmihi qoomkiis alaa tattaquuna soo cabsamaysiin war ilaahay tabaq ayuu dhahay atadcuuna ma waxaad caabudaysiin u dhahay baclan bacli sanamka la yidhaahdo wa halkan hadda sheegayna weeye waa ismu sanam weeye oy lahaa jireen oo dahab ahay marka waxa weeye beledkii ayaa markaasaa lagu magacaabay iyadoo loo ilaasaynaayo bak weeye markaasaa baclaba ka saas loo yidhi atadcuuna ma caabudaysaan baclan bacli miyaad caabudaysiin sanamka bacli la yidhaahdo miyaad caabudaysiin u dhahay marka hadda waxaa la yidhahda maaragtay murakab oo masjida weeye ee markaasi ilaati ma ahan baclaba ka weeye markaas waxay kamid tahay murakabaadka oo masjiga ahay marka waxa uu yidhi watadaruuna mana ka tegaysiin axsana alkhaaliqiina inta wax abuurta allah uu abuur wanaagsan ma ka tegaysaan oo caabudi maysiin miyamarka sanamkaasaad caabudaysaan allaha in la yidhaahdo oo bayaan laga dhigo allaha amba sabada laga dhigo allaha alla miyaad ka tegaysiin rabbakum rabbigiina ah wa rabba aabaa'ikum aabayowgiina rabbigiisa amba salabada laga dhigo allaha alla miyaad ka tegaysiin rabbakum rabbigiina miyaad ka tegaysiin wa rabba aabaa'ikum aabayowgiina rabbigooda miyaad ka tegaysiin awayna oo hore saddexda markaasina waa la wada hadci karaa weeye laakiin waxaa lamiiraa lasoo qadirayaa oo mubtadaa weeye hasba hadii la akhriyana waa bedel weeye axsana alkhaaliqiina lase laga bedelayaa watadaruuna ma ka tegaysiin axsana alkhaaliqiina inta wax abuurta allah ugu abuur wanaagsan allaha alla miyaad ka tegaysiin rabbakum rabbigiina miyaad ka tegaysiin wa rabba aabaa'ikum aabayowgiina rabbigooda miyaad ka tegaysiin alawaliina haddii kalentood huwa soo qadiro markii ramcaad akhrayso huwa alle allahu alla weeye rabbukum rabbigiina weeye wa rabbu aabaa'ikum aabayowgiina rabbigooda weeye alawaliina oo hore sidaas marka u dhahay ilaahay wuxuu yihi fakadabuuhu way beeniyeen nabi ilyaas fa inahum ayagu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala la muxlaruuna kuwa la xaadirinaya weeye naarta ayaa loo xaadirinayaa marka hadda waxa weeye qisadiisa casharka dambaan ku dhamaystirayna inta ka dhiman casharkan intaasuu ku egyahay wallahi subxanahu wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu